أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان خلال لقائه بمعالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني على هامش المنتدى السياسي في الأمم المتحدة، أكد أهمية تبادل الخبرات والتعاون المشترك مع الدول الأشقاء من خلال استعراض البرامج والمشاريع الإسكانية الناجحة التي تتبناها حكومة مملكة البحرين. نعم، الحمر أشار خلال اللقاء إلى أن البحرين حققت تميزا ملحوظا في حجم البرامج والمبادرات والاستثمارات الحكومية في قطاع السكن الاجتماعي منذ تأسيس وزارة الإسكان وحتى اليوم، وذلك نتيجة لزيادة مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص بأفكار جديدة وشراكة موسعة. هذا وقد أكد وزير الإسكان على مستوى العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. ومن جانبه أشاد وزير الإسكان والتخطيط العمراني العماني بالجهود الثنائية المبذولة من أجل تعزيز التعاون المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان.